مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لاعب 12 والشرقية، حلقة جديدة وبالتأكيد متابعة مهمة ومهمة جدا بحلقة اليوم. نبديها بعد فاصل قصير، أتمنى تبقونوا معنا. يعني الأسبوع الماضي كان أسبوع حاسم مليء بالأحداث على مستوى المنتخب الوطني، وكلنا نعرف اجتماع اتحاد كرة القدم ممثل برئيسه ونائبه وأعضاءه وأعضاء لجنة المنتخبات اجوا الى اربيل واجتمعوا بكتنيتش المدير الفني للمنتخب الوطني، وتحدثوا عن نهائيات امم اسيا وما حدث بها وما بعد نهائيات امم اسيا. هذا الاجتماع حقيقه هو اجتماع واحد، اكثر من 3 إلى 4 اجتماعات كانت بها هوايه مقررات وهوايه امور راح نعرفها ايضا بحلقه اليوم، وايضا راح نعرف العمل بالفتره المقبله التحضير لتصفيات كاس العالم وكثير امور مع ضيف قدير وعزيز حقيقه، هو صاحب تجربه وصاحب عمل كبير بكره القدم العراقيه، من الاسماء القديره بكره القدم العراقيه دكتور شامل كامل، اللي لسنوات طويله يعني رفع اسم العراق بالمحفل الاسيوي باللجانه الفنيه وبمكتب التنفيذي، وبالتالي ضيفنا اليوم اللي كان متواجد طوال الأسبوع الماضي مع اتحاد كرة القدم ومع كتنيتش للخروج مما حصل في الإمارات وما ينتظرنا من استحقاقات مهمة وصول لتصفيات كأس العالم بشهر 9 الجاي. إذن بعد ما نتابع أول التقارير مع زيد السراج، أنا وأنتم نرحب بحرارة بضيفنا الدكتور شامل كامل. أولا زيد السراج وأول التقارير. ماذا فعلت لجنة المنتخبات مع كاتانيتش؟ ولماذا هي من ذهبت مع الاتحاد إلى المدرب في أربيل ولم تجبره على التواجد في بغداد؟ وماذا دار في الاجتماع معه؟ ومن اتخذ قرار إبعاد المدرب المساعد أحمد خلف؟ وعلى أي أساس اتخذ هذا القرار بعد عدم علم عدة أعضاء من اللجنة ذاتها بهذا الأمر؟ وهل رد المدرب على قرار إبعاد ابنه أوسكار بإبعاد مدرب اللياقة البدنية سردار محمد، ولذلك نقل الاتحاد خدماته للمنتخب الأولمبي حفاظاً على ماء وجهه؟ قضية المستشار للمنتخب الوطني هل حسمت مع المدرب؟ وماذا عن الأسماء المطروحة أبرزها الكابتن أكرم سلمان؟ تساؤلات عديدة وعلامات استفهام كثيرة، نتمنى من ضيفنا الكريم أن يجيبنا عليها بكل صراحة. من أربيل للاعب 12 زيد السراج. إذا خلونا أنتم أصدقائي نرحب بواحد من القديرين بكرة القدم العراقية دكتور شامل كامل. دكتور مرحبا بك بلاعب 12 وبالشرقية، أنا ممنون جدا لحضورك. سلامات أولا، وعكة صحية بسيطة إن شاء الله يا رب يتجاوزها، وجيتنا بهالمطر وبهالجو، فأنا شاكر فضلك وممنون لحضورك على اليوم. شكرا كابتن، هذا واجب. الله يسلمك، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. الله يخليك دكتور. نبدأ بالحديث الأهم. حضرتك كنت موجود بكل الاجتماعات الأسبوع الماضي بين اتحاد كرة القدم وبين كتنيتش. نعم. خلينا بشوي ابدا من قبل الاجتماع، ليش اجتمعتوا باربيل؟ ليش مو بغداد؟ هواية اشكلة على موضوع ليش الاتحاد كله راح الاربيل؟ ليش مو كتنيتش هو اجى لبغداد؟ هذا الحقيقة السؤال يمكن الاتحاد يجاوب عليه. يعني انت ما عندك فكرة انه ليش صار الاجتماع في اربيل؟ ما لانه المدرب موجود هنا، ايضا الاستاف اللي مع المدرب، المساعدين ايضا موجودين في اربيل. وموجود ايضا المنتخب الاولمبي ايضا. فتجمع صار في اربيل حقيقه، هذا اعتقد السبب يعني الرئيسي. مو يمكن بها خصوصيه اكثر، الابتعاد عن الاعلام، الابتعاد عن هذه الامور، يمكن هذا هم يعني عندهم اسباب. يعني ما شرحوا لكم الاسباب، انت ما قعدت وياهم حكيت قلت انه ليش بيجي الاربيل؟ ما كان هذا السؤال، بس سمعت السؤال خارج اطار الاجتماع. انه البعض قالوا ليش مو في بغداد، حتى بالاعلام انطرح. اي طبعا.
فوجهات نظر، البعض يفضل يعني أهدأ هنا في أربيل، والبعض الآخر يقول لك لا المفروض في بغداد في مقر الاتحاد. تمام. يعني وجهات نظر مثلا شكلية، احنا خلينا نوقف عندها، لكن احنا بدنا نوصل الى صورة معينة. خلينا نبدأ بالاجتماع مع كاتانيتش. نعم. دكتور، ومخرجات هذا الاجتماع صار عليها لغط وعلامات استفهام هواية. نعم. شنو اللي صار بالاجتماع كاتانيتش، ابعاد احمد خلاف ومن ثم المساومة على ابنه وبعدين اعتذار الكابتن سردار محمد؟ الحقيقة ابتداء الاجتماع هو موضوع اعتيادي، يعني وقفة تقويمية نسميها. بعد كل بطولة يفترض أن يلتقي الاتحاد مع الكادر التدريبي بالإيجاب أو بالسلب، يعني من أجل خاصة عندما يكون المنتخب عنده واجب آخر أو هدف كبير آخر اللي هو تصفيات كأس العالم. فمن هذا المنطلق كان الاجتماع اللي حضره مثل ما تفضلت رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد والاخوان اعضاء الاتحاد، بالاضافه الى بعض من اعضاء لجنه المنتخبات، وايضا انا شاركت في الاجتماع. وجهات النظر طبعا كل طرف، يمكن احنا طرف محايد كنا بين الاتجاهين، كل طرف الاتحاد من جهه وكاتانيتش. انت حضرتك كنت تقوم عمليه الترجمه، انت كنت تترجم، انت يعني كنت مترجم بين كاتانيتش ومن الاتحاد. اطرح الاراء من الجهتين واحاول ان بعض الاحيان اتدخل في بعض الامور. فالاتحاد كان عنده وجهه نظر معينه، متطلبات معينه. حول يعني كانت هذه المتطلبات هي نتيجه لتجربة كاتانيتش في الإمارات بطولة آسيا. يعني بالمقابل أيضا المدرب كان عنده أيضا بعض الملاحظات. شنو متطلبات الاتحاد؟ جايين هم إلى أربيل وبالهم يطرحون فكرة إبعاد ابن أوسكار ابن كاتانيتش وبالمقابل إبعاد الكابتن أحمد خلف؟ الحقيقة هم عندهم بعض الأمور المتفق عليها، يعني قبل كاتحاد يعني من ضمنها أنه موضوع المساعدين. كوتش مدرب أحمد خلف. وأيضا هو كاتانيتش كان عنده وجهة نظر أيضا بالمقابل، اللي هي أيضا موضوع أنه تغيير الستاف، يعني المساعدين. هو كان يريد يغير لو كان هو بالبداية قال أنا ممكن أشتغل وياه. بس الاتحاد من طرح الموضوع قال انتم ما دام يعني بهالاتجاه ايضا انا اطلب المساعد ان يكون بمواصفات كذا وكذا وكذا. يعني مثلا انه يكون عنده المام بخلفيه كره القدم، عنده مستوى من الخبره، عنده لغه ايضا مهم جدا حتى يقدر يتفاهم وياه. ليش هذه ما كانت متوفره بالكابتن احمد خلف؟ يعني هو شاف انه هي ما متوفره بالمنطقه؟ هم الاتحاد كان ايضا وجهه نظر من موضوع احمد خلف. اي نعم. يعني اللي سمعته من الاتحاد حول تقويم المساعدين انه هم مع التغيير مو لانه احمد خلف غير جيد بصراحه، أكيد. مو هذا اللي انطرح، مع التغيير باتجاه انه دعم المرحله القادمه. يعني موضوع الابنه للمدرب ايضا انطرح من قبل الاتحاد بصيغه قانونيه، انه اولا يعني الجانب المالي او العقود في مع الاتحاد لا يمكن ان تتم الا اذا كان المتعاقد معه ان يكون عنده شهاده تدريبيه. تمام. بمستوى برو. اي نعم. اللي هي تتيح للاتحاد ان ان يسجل اسمه، ان يعني يسجل اسمه، يسوي له ايدي بالاتحاد الاسيوي، الدوله تدفع. لانه الاموال اللي تجي من الدوله ما تجي من الاتحاد مباشره. فهذا الموقف كان حاسم بالنسبه له. هو ما كان يعني ما قدر يعني ينطي تبرير لوجود ابنه. قال ابني مجرد انه هو للخبره. صدق قال لكم انا ما احتاج لي قبل. صدق قال لكم انا ابقي ابني، انا اريد اسوي له سي في قوي. اي اكيد. قال انا ابني هو من اجل ان تقويته، من اجل اعطائه خبره، سوي له سي في. واني ما احتاج مدرب لياقه بدنيه. والسبب انه انا كل البرنامج اللي مطروح هو مباريات. يعني المباريات ما تطول اكثر من 3-4 ايام، يعني فيفا دايز اسبوع. بس وجهه نظر الاتحاد كانت مخالفه، انه الستاف يجب ان يكون ستاف احترافي وكامل،
ومن ضمن هذا الستاف أن يكون مدرب اللياقة البدنية، لأن هناك أيضا توقفات يعني قد يزيد عن أسبوعين أو ثلاثة بين بمراحل الاستعداد المستقبلية يعني. فوجهات نظر كانت متقاطعة في البداية حقيقة، لكنه بعد الاجتماع الأول التقينا مرة ثانية، الاجتماع الثاني هو كان اجتماع الصبح واجتماع العصر. اجتماع الصبح هو وافق على كل المقترحات وما طرح موضوع ابنه أوسكار، لكن اجتماع العصر صار موضوع أوسكار ابنه والمساومته على بقاء سردار. فالاجتماع الثاني قدرنا نحسم كثير من الموضوعات، إلى أن وصلت أنه الاتحاد تم تكليف الدكتور صباح اللي هو عضو لجنة المنتخبات، وأيضا تكليفي مع دكتور صباح في الجلوس مع المدرب لبناء برنامج المرحلة القادمة. فإحنا أيضا ليومين متتالية جلسنا مع المدرب، وفي البداية كانت أيضا هناك مواقف يعني متباعدة، لكنه بالنتيجة أكو أسس يعني واضحة ومحددة سواء على مستوى البرنامج الخاص بالمنتخب وإعداده أو بالسياقات الأصولية في التعامل مع سواء مع اللاعبين أو مع الاتحاد. إحنا واحدة من المشاكل اللي كانت واضحة جدا في لاحظتها في موضوع تواجدهم في الإمارات هو عدم التنسيق بين أعضاء الوفد، بين إدارة الوفد وبين الجهاز الفني وهي هذه مسألة كل يعني صعبة جدا. يعني عدم التنسيق يعني إيش تقصد بها؟ مثلا ماكو تواصل يعني واحد بعيد عن الثاني؟ الاتحاد طلب منا إنه المفروض هو كل عمل يقوم به يعني مثلا البرنامج اليومي المفروض رئيس الوفد الاتحاد يطلع عليه. هو ما كان عنده برنامج، هو قال أني هم يعرفون البرنامج، بس من الصعوبة أن أعطي برنامج لأنه أكو عدم وضوح، عدم وجود تنظيم يعني تنظيم عنده عندنا كاتحاد. أنطي المعلومات يعني التعليمات إلى المدير الإداري للاتحاد يعني من وجهة نظر هذا دفاع عن وضعه. بس أنا كتحليل شخصي إنه واضح كان أكو عدم تنسيق مهم، عدم تنسيق بين الاتحاد بين رئاسة الوفد وبين الفريق، مو كلاعبين وإنما كمدرب وجهاز فني. ما كانوا يتواصلون بالإمارات، ما كان واحد يتصل بالثاني رئيس الوفد يعني بس وقت اللعبات يلتقون. هذه الإشكالية يعني اللي أنا لاحظتها الحقيقة، انعدام التواصل بين رئاسة الوفد يعني. وأتمنى بالمستقبل أن يكون هناك أسس يعني واضحة جدا في التعامل في العمل المشترك في التنسيق المشترك بين رئاسة الوفد وبين الكادر الفني. يعني هاي واحدة من الأسباب اللي صارت شفتها أخطاء كبيرة، أنا أعتقد كان عدم تواصل بين رئاسة الوفد وبين الجهاز الفني والإداري. أنا أعتقد هذا رقم واحد، وهو ما كان عنده تفقد التنظيم، تفقد التنسيق، تصبح العملية غير منظمة. فهذه واحدة من الأسباب اللي يعني لاحظنا بعض السلبيات حقيقة. احنا مو كلها سلبيات، لا اكو كثير ايجابيات، بس احنا كان هدفنا يعني في اللقاء مع المدرب ان نحاول ان نقلل من هذه الامور اللي نسميها سلبيات بالحد الادنى للمرحله القادمه، لان المرحله القادمه بها شغل هوايه بهدفها اكبر. من الصعوبه انه ما تتكلم بصراحه، يعني تكلمنا معاه بشكل صريح جدا. زين دكتور، هو انفتح ايضا بشكل صريح، فتح على المنهاج. يعني اكو صار كلام عليه السيد اكرم سلمان قال ما عنده منهاجه ما مكتوب، هل هذا يعني صحيح؟ هاي السياقات اللي هو يعني ما يحبها من خبرته. يعني انا دائما في الاجتماع كنت ألح عليه على موضوع ان تقدم لنا برنامج، حتى برنامج يومي يعني الديلي سكيجول. كان موضوع اللغة، موضوع حتى احنا طرحنا عليه انه احنا نكتب لك بس خلينا نمشي. انتوا شو كتبوا له المنهاج؟ هو الافكار من عنده ومن عندنا احنا. اليومين اللي جلسنا حددنا اسس يعني موجودة عندي الان للعمل المستقبلي مع كاتانيش والاتحاد والكادر التدريبي اللي معه، بهدف واحد انه نقلل من
من التنشن الشد واحد. الهدف الآخر هو أن جميع المشاركين بالوفد من رئيس الوفد إلى اللاعبين أن كل واحد يعرف واجباته، كل واحد مسؤول عن واجباته، لكن بالنهاية أنه العمل التنسيقي كتيم كفريق يجب أن يكون موجود. فأعتقد هذه كانت غير واضحة بشكل صريح. ما أريد أن أذب اللوم على الاتحاد أو على المدرب، لكن الكل مسؤولين. صحيح. يعني الكل مسؤولين أنه وفد العراق يجب أن يكون وفد بمستوى عالي من الخبرة ومن الاحترافية. والكل عندهم خبرة، يعني اللي كانوا موجودين حتى اللاعبين مو لاعبين هواة وإنما لاعبين محترفين. محترفين. إذن هاي الأمور يجب أن تكون. طيب دكتور، أكو أمر مهم ذكرت الآن. صحيح إنه بالوحدة من الاجتماعات وياكم طلب أسماء 3 مساعدين وهو يختار واحد منهم بشرط إنه هذول الثلاثة ما يكون واحد منهم منتقده أو حاكي عليه بالإعلام سابقا. هو أشار لهاي فعلا. قال أعطوني 3 وأنا أختار. رأي الاتحاد قال لا، إحنا مسؤوليتنا هذه مسؤولية الاتحاد في الاختيار، فنحسم هذا الموضوع من قبل الاتحاد. يعني الاتحاد راح يجيب المدرب المساعد اللي هو يشوفه، يشوفه مو اللي بشروط كتنتش. لا أبدا أبدا. لأن يعني اللي وصلت له من داخل الاجتماع إنه قالهم أنا أريد 3 أسماء أنا أختار منها بشرط إنه المساعد اللي أختاره ما يكون حاكي عليه بالإعلام ولا منتقدني بالتلفزيون. هو صراحة صحيح، هو انطرح هكذا يعني موضوع، لكن وجهة نظر الاتحاد انه مسؤوليتنا احنا المدربين المساعدين العراقيين هي مسؤولية الاتحاد العراقي، مثل ما كان مسؤوليته في اختيار احمد خلف او مدرب الياقة، ايضا مسؤوليته في اختيار. وين وصلت مسألة الاختيار بالنسبة للمساعد؟ وصلوا الى مرحلة اسماء راح تقدم الى كتنتش؟ والله اعتقد لحد هاي اللحظة لحد البارحة اللي كنت مع رئيس الاتحاد طرحت اسماء عديدة، بس لحد الان ما وقع الاختيار. اعتقد انه راح يصير اجتماع في بغداد في الاتحاد مع لجنة المنتخبات مع المكتب التنفيذي للاتحاد لاختيار الشخص المناسب. طيب اليوم احنا كتنتش صار بعد اللي صار بأمم آسيا صار عليه هواية علامات استفهام. نعم. دكتور، من الناحية الإدارية الانضباطية وأيضا من الناحية الفنية، هذه علامات الاستفهام من خلال قربك من كتنتش تحسها محقة؟ التساؤلات عند الشارع الرياضي عند الإعلام بخصوص ما طرح عن كتنتش من تعامل الإداري تعامل الفني، موضوع اللي صار موضوع سهر اللاعبين عدم الانضباط، أكيد حكيت وياه ويا المدرب. نعم. شنو كان رد فعله أو كلامه؟ هي الحقيقة بعض الأمور يعني إحنا أشرناها وطرحناها أمامه بشكل واضح وصريح، وقلنا له إنه أنت مسؤوليتك مسؤولية كبيرة واختيارك أيضا كان على أسس معينة. تمام. بخبرتك باحترافيتك بعدين الهدف القادم راح يكون هدف كبير، هدف يهم كأس العالم، يهم العراق كله، يهم شعب العراق اللي يحب كرة القدم بشكل غير اعتيادي. فأنت أمام مرحلة يجب أن تتجاوز كل السلبيات اللي رافقت المرحلة اللي السابقة. وقال شنو السلبيات؟ طناهية واحدة واحدة، من ضمنها أنه العمل التنظيمي يجب أن يكون يرتقي إلى مستوى الاحترافية إلى مستوى منتخبات وطنية. طبعا. من ضمنها أنه التنسيق بين الـ 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 يعني الـ التيم الـ الجهاز الإداري الإداري والفني والفني هو أيضا محق في بعض الأمور، مثلا هو يريد يعني كل واحد ما يصير مثلا خل ناخذ مثال على هذا الموضوع اللي هو المدير الإداري الأخ باسل جورجيس، كابتن باسل. هو ما عنده مشكلة ويا كابتن باسل، يعني يقول أدى واجبه، لكنه من غير الطبيعي أنه يكون مترجم. صحيح. يعني هذا محق به أنه أنت من تجمع المنتخب الوطني كل واحد إلى موقع، وحتى كان يترجم بالإيطالي لأن الإيطالية ما تحسن من الإنجليزية ويخلي علي عدنان هو اللي يترجم للاعب. عنده ملاحظات هو على كل واحد. أيه. والملاحظات بعضها إيجابية وبعضها سلبية وهي مسألة طبيعية. فطلبنا من عنده أنه كل هاي الملاحظات أنت مو فقط تقول لنا إياها، أنه إحنا بالتأكيد راح ننقلها للاتحاد، لكن أنت بالمقابل هي عملية تقويم من خلالك
انت المسؤول عنه اللي هم اللي معيتك من الاجانب ومن العراقيين المساعدين. تمام. انت بصراحه باجتماعاتك وياهم ممكن ان توصلون الى سياقات اصوليه وتنظيميه من اجل تقليل يعني السلبيات اللي رافقت العمل السابق. طيب. فهو يعني كان مرتاح في هذا الجانب. ومسألة التعامل مع ثقافة اللاعب العراقي مع المجتمع اللي جاي من اللاعب العراقي، يعني خاصة اللغط بعد اللي صار، العقوبات اللي صارت، شنو كان رد فعله، شلون تعامل وياها، وصل إلى قناعة أنه اللاعب العراقي أو اللاعب العربي يمكن بشكل عام له قياسات ومعايير محددة بما يشوفها بسلوفينيا أو ما يشوفها بإيطاليا؟ كابتن فيان بصراحة نعم دكتور، هو مستغرب من ما نسميها لايف ستايل، اي من سلوك اللاعب، يعني طبيعة حياة اللاعب اللي شافه في خلال هاي الفترة. يعني وانطانا بعض الأمثلة، مثل يعني الغذاء، تغذية اللاعب، تغذية مهمة جدا بالنسبة للاعب، خاصة خلال البطولة. أكيد. يعني يسألني يقول لي تتوقع مثلا لاعب يطلب بعد وجبة الغداء مثلا أو وجبة العشاء اللي هي طبعا بالأوتيل فيطلب أوردر من الخارج للمرة الثانية، يعني يأكل ويا الفريق ويطلب أوردر من الخارج، معناها كل وجبة مرتين. صحيح. كل وجبة مرتين. صح. أنه اللاعب يحتاج إلى طاقة، بس هذه حدود مدروسة، يعني مدروسة من الطبيب الدكتور المتواجد مع فهذه يعني ملاحظات. الملاحظات الأخرى يعني يريد العمل منظم، يعني من نقول نروح للتدريب في وقت معين المفروض كل اللاعبين يكونوا في الوقت المعين، من نروح في مكان معين ما يصير يغيرون الاتجاه بدون علمي، يعني هذا الطرح اللي طرحه هو. هذه كلها أنا أعتقد أنه أمور بسيطة، يعني مو تدخل ضمن استراتيجية، يمكن علاجها، ممكن علاجها من خلال الحوار، من خلال التنسيق بين الأطراف المسؤولة. تمام. اللي هم رئيس الوفد والإداري واللي هم عراقيين. أي نعم. والمدرب. تمام. ممكن حل كل هاي الإشكالات في وقتها. يبدو اللي صاير أنه ظلت مفتوحة الأمور، فجمعت السلبيات، فكل واحد أخذ زاوية. فأصبح الموقف من الصعوبة أنه في وقتها يعني. فهذه أمامنا مهمة حقيقة. نعم. مهمة. نعم. أساسية أن إحنا ضمن البرنامج الآن. ايه. بصراحة. ايه. نعم. بصراحة أنه طلبنا منه أنه شنو اللي ببالك، شنو الأمور اللي أنت تريدها. ايه. حتى نتجاوز هذه. فسجلنا ملاحظاته. ايه. وقعدنا أيضا أنا ودكتور صباح سجلنا اللي من خبرتنا يعني. ايه. الأمور الأخرى كسياقات عمل، رغم أنه مثل استراتيجية للمرحلة يعني كمنتخب وطني. كل المنتخبات مو بس المنتخب الوطني. صحيح. اللي عندنا يعني مو جديدين، يعني مو جديدين التنظيم على البطولات من ناحية تنظيمية، من ناحية احترام السياقات، من ناحية تنسيق، التزام. يعني كان يضرب يعني مثل بالعراق حقيقة، بالإدارة. تمام. إدارة. فإحنا إرادنا يعني هذه الوقفة مهمة. طيب. وجادة في سبيل تجاوز هاي المرحلة اللي. طيب. اللي ما نقول كلها سلبيات وإنما كان بيها سلبيات. طيب دكتور، خلينا نحكي على المرحلة الجاية أهميتها. نعم. بعد ما شاهد هذا التقرير أصدقائي للمرحلة الجاية، العمل بها، لجنة المنتخبات، كل هذه الأمور راح نتابعها بهذا التقرير، وبعدين نرجع لضيفنا القدير الدكتور شامل الكامل نتابع. هل أصبحت لجنة لتغذية الخواطر لا أكثر؟ ومن ينتقد الاتحاد بقوة وبشكل لاذع سيجد له مكانا في المنتخبات لتطيب خاطره وضمان عدم حديثه على الاتحاد مرة أخرى. فهل العضوية جاهزة لأي شخص يشكل على عمل عبد الخالق مسعود ومن معه في الاتحاد؟ فالعدد يزداد حتى وصل إلى 13 شخصا، ويوميا نسمع عن إضافة جديدة. فهل هذا هو منطقي ويخدم القرارات والتي بحسب أحد الأعضاء المهمين في اللجنة ستتشتت أكثر ولا يمكن أن تكون صحية إطلاقا إلا إذا تواجد 5 أو 6 من الأعضاء كحد أقصى؟
فلماذا هذا الترهل؟ وهل كل الأعضاء يستحقون أن يتواجدوا في هذه اللجنة والتي نجد أن فيها من لم يعمل مدربا في حياته وليست لديه الخبرة الفنية الكافية في التقييم؟ إذا مستمرين بالحديث مع الدكتور شامل كامل ضيفنا العزيز. دكتور بيدك السكيدجول والبروغرام للمشوار القادم بالتعامل مع كاتانيتش. حقيقة هذا البرنامج اللي مثبت هو من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم بناء على اتفاقات مع الدول. اتحرش بك شوية قبل البرنامج. نعم. أنت وفق تصورك توقعك كاتانيتش يبقى تصفيات كأس العالم لما يبقى؟ توقع أردك توقع، وإذا تريد تقول لي عفيني من السؤال عفيك والله. والله وجهة يعني مو أنا ما أرد يعني إحنا بإيجابياته وسلبياته. ايه. يعني من الصعب إنه نتكلم بشكل صحيح. أكثر من هذا من حدود ايه. الكلام ايه. لأنه ما نريد نأثر سلبا على المرحلة القادمة. يعني بس أنت عندك تصورات معينة ببالك. عندك تصورات ايه. معينة ببالك للوضع يعني اللي هذه تعتمد يعني تعتمد زي. على المرحلة القادمة ايه. إذا العمل مشى بشكل إيجابي يعني إحنا نتمنى إنه كل أمور تمشي بشكل إيجابي. تمام. فأتوقع إنه إذا حسب الظروف اللي أو الوضع اللي شفناه وجديته في العمل بعد أن نتجاوز جميع الأخطاء اللي صارت أخطائنا فممكن أن يكون هذا البرنامج برنامج إعداد لل طيب خلينا بالبرنامج. إحنا هذا البرنامج المباريات عندنا أيضا برنامج آخر اللي هو السياقات اللي قلت لك تمام عليها. تمام. برنامج المباريات عندنا في مارتش أيه. شهر الثالث مباراتين أيه. راح يكون عندنا بطولة الصداقة أيه. اللي هي بطولة الصداقة في البصرة في البصرة طبعا عندنا يوم 20 اللي هي فيفا داي فيفا داي تمام. طبعا كل مباريات فيفا كلها حتى اللي بالجون أيه. في بطولة الصداقة في البصرة اللي هي العراق وسوريا أول مباراة راح يكون يوم 20 بعدها سوريا الأردن يوم 23 أي نعم المباراة الأخيرة العراق والأردن اللي هي يوم 26 هاي أول بطولة راح يشارك هاي كلها مثبتة رسميا وكلها مثبتة رسمية باتفاق مع بين الاتحاد عندنا المرحلة طويلة راح يكون اللي هي مرحلة الدوري تمام اللي ينتهي يفترض أن ينتهي في 15 تموز بس قبلها راح يكون في جون اللي هو الشهر السادس حزيران راح يكون عندنا مباراتين في تونس هم مثبتة أيضا طبعا. المباراة الأولى راح تكون في ستة في سبعة ستة مع تونس والمباراة الثانية في 10/6 مع ليبيا أيضا في تونس هذول مثبتات هذه مباراتين طبعا. مهمة راح يكون يعني الاتحاد منتهي من عندها راح يكون عندنا أيضا توقف في جولاي سابع ندخل في أغسطس الثامن نعم. الثامن عندنا بطولة هذه بها يعني وجهة نظر الحقيقة من قبل المدرب ومن قبلنا أيضا بطولة غرب آسيا المشكلة أنه مثبتة اللي هي بطولة غرب آسيا ما يريدها يعني هو ما يريدها كاتانيتش قال لكم ما أريد بطولة غرب آسيا هو قال أنه هذه يعني لا بوقتها ولا يعني بالنسبة للأجواء لكن أيضا البطولة أنا تكلمت ويا رئيس الاتحاد أستاذ ويا الأخ عبد الخالق مسعود قال هذه مثبتة ضمن برنامج الغرب آسيا اللي احنا يجب ان نلتزم شلون نتعامل وياها اولا هي هذه مو بالفيفا داي تمام هاي واحد اثنين من تكون مباريات مو بالفيفا داي معناه انه انت ما تقدر تلزم اللاعبين صحيح اللي يعني بدوريات محترفين وحتى مو محترفين حتى بال لان احنا دكتور احنا بدايه شهر احنا بنهايه شهر 8 كل الانديه راح تكون بالاعداد بالتحضير ماكو مدرب راح يجي ينطيك اللاعب مالته ويقول لك روح العب لل يعني ممكن يصير حلول هنا مثل انا ما اعتقد انه العراق ما يشارك يجب ان يشارك لانه في العراق طبعا في العراق وهذه ايضا تفيدنا في موضوع الحظر اكيد رفع الحظر صحيح فممكن انه يترتب فريق من اللوكال يعني من اللاعبين المحليين شباب او منين يجيبهم حتى لاعبي الدوري المحلي ما راح ينطيهم ماكو مدرب راح ينطي لاعبي دكتور يعني يجب ان نشوف لنا في الطريق تخريجه مثل ما يقولوا وكاتانيتش ما يريد هالبطوله يعني هذه هو طبعا طرح قال هذه شنو البطوله بعدين يعني هي مو رسميه كذا
يعني كلام صحيح. صحيح تمام. هي البطولة مو رسمية لكن التزام تدري ويست ريجن أسوسيشن هذا. ف يعني هاي راح تكون في الثامن اللي هي تحديدا راح تكون المباريات من 12/8 إلى 25/8. من 12/8 إلى 25/8 أكثر من 12-13 يوم. 12-13 يوم. إيه. هذه هاي انت سالت رئيس الاتحاد اكو فرق يعني انطت موافقتها على المشاركه ايضا ولو المباراه راح تكون مساء حتى مساء مساء وبالبصره يعني قدر حصل يعني لعبنا بالبصره يعني مباراه واحده تفرق غير عن البطوله التدريبات والتحضيرات على كل ادى وقت نشوف بس اعتقد يعني انه التزام الاتحاد تجاه الاتحاد الغرب آسيا واحد والتزام الاتحاد تجاه إقامتها في البصرة تمام هذا آية 2 عندنا بعد هذه بعد أوغست راح يكون عندنا تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم اللي هي بسبتمبر بالتاسع إلى نوفمبر هاي المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة ستة أول مباراة يعني سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر اللي هي التاسع والعاشر والدعش عندنا أول مباراة راح تكون بخمسة تسعة أول مباراة أي. في التاسع والمباراة الثانية راح تكون في 10/9 أي. يعني في نفس الشهر أي نعم مباراتين في نفس الشهر لكن ما نعرف طبعا لحد الآن القرعة ما القرعة بشهر ما منتهية ما نعرف بأي مكان يعني أي. ولا حتى الدول اللي أكيد بأكتوبر بالعاشر راح يكون عندنا في 10/10 مباراة وراح تكون عندنا في 15/10 ايضا مباراه اي نعم هذه ضمن التصفيات ب 11 نوفمبر راح يكون عندنا في 9 العفو اي نعم راح يكون عندنا في 14/11 والمباراه الاخيره راح تكون في 19/11 زين معناه عندنا 1 2 3 4 5 6 مباريات يعني عندنا خلال 2019 يعني من اليوم عندنا 6 مباريات اوفيشال اللي هي اللي بتصفيات كاس العالم نعم وعندنا 4 مباريات اللي هي بالفيفا داي بشهر 3 وشهر 6 صحيح وعندنا بطولة غرب آسيا اللي كاتنش ما يريدها وإلى حد الآن عليها جدل أكيد وعندنا بطولة الصداقة اللي هذه أي هي من ضمن المباريات أي نعم هذا بالنسبة للبرنامج المباريات يعني لحد هاي اللحظة كلها يعني مثبتة وباتفاقات مع الدول رؤية كتنش لهذا التحضير للتصفيات شي يريد من عندكم ايش قال لكم وفروا لي طلب معسكرات معينة طلب فرق معينة يلعبوا إياها هو أنا حسيت أنه هو يريد معسكر ايه؟ معسكر خارجي ايه؟ خارجي في حتى الدولة ذكر لي اسمها اللي هي بلده سلوفينيا أريد يروح سلوفينيا يسوي معسكر يعني ممكن قال أرتب عني هناك تردون يعني هذه بدلا عن غرب آسيا ممكن أن يكون معسكر يعني هو طلبه بهذا التوقيت أن يروح معسكر بسلوفينيا بدل غرب آسيا البطولة غير هو وجهة نظره بس احنا طبعا ما انطينا تأكيد على هذا الموضوع اكو فراغات يعني اكو فراغات بعد يعني بين يعني قبل التصفيات كاس العالم عندنا مجالات اخرى أيه يعني نقدر نتصرف بها اذا احنا ايش عندنا بس شهر 8 اذا خلص الدوري بي احنا 15/7 يخلص من 15/7 الى تعتقد يخلص 15/7 الى 12/8 تعتقد يخلص 15/7 الدوري ولو بموضوعنا الدوري بس يعني على الورق لا يمكن ان ينتهي هسه الدوري مؤجلات أيه راح يرجع 1/4 الدوري وتبقى لنا 18 مباراة كل خمس أيام مباراة مع تجربتنا السابقة إنه صعوبة بس يعني مسؤولية الاتحاد أن أكيد مسؤولية لجنة المسابقات يعني بهذا الشكل يعني هذا بالنسبة للبرنامج بس أهم من هذا أهم من هذا اللي أنا يعني أعطيت بعض الإشارات هو موضوع سياقات العمل الاحترافي بين الاتحاد وبين شلون احنا نتجاوزها بين المدرب الوطني شلون احنا نتجاوزها بين المدرب الوطني وبين الستاف اللي راح يجي المساعدين الطبيب ودوره يعني ايضا مهم هو ركز على موضوع الدكتور ركز على موضوع الكتمان هذا ابو التجهيزات يعني كل التفاصيل احنا تكلمنا بها انه كلهم يجب ان يكون بمستوى احترافي عالي تمام لانه هذا هدفنا اكبر من هدف اسيا
صحيح، وراح يغيرهم، راح تجيبوا له ناس محليين، هذا الكتمان وهذا الدكتور الجديد. احنا مسؤوليتنا يعني كاللجنة اللي قاعدنا وياه ان التقرير راح يقدم يوم الخميس القادم الى الاتحاد اللي يضمن هذا السكجول البرنامج ويضمن ويا سياقات العمل يقدم للاتحاد طلباته هو، يعني هو راد هذا طلباته الدكتور زائد ما احنا نعتقد انه يجب ان يكون دكتور. هم يريده محلي وراح يجيب لنا دكتور من عنده، هو يجيب دكتور من مستعفى. لا هو دكتور لحد الان موجود، قال ما اريده دكتور قاسم حلت الامور ما سمعته قال ما اريده، بس اشر بعض الملاحظات. هو تحسه يعني يتطير من النقد، انه واحد من لما يوجهنا نقد بالاعلام شويه هو يظل حاطها بباله، سمعان نقد سمعان خاصه من اللاعبين. وانا بصراحه موضوعه اللاعبين ونقدهم يعني احنا ما نتفق، يعني ما ممكن انه نتفق على هاي السياق. شفت لاعبين تسرعوا بانتقاد كاتنيتش؟ اكيد اي لاعب ما له حق ينتقد المدرب ماله واللي هو لا زال هو المدرب ماله. صحيح، يعني هذه صيغه احنا ما صايره عندنا ابدا. يعني مو خلال مرحله يعني العمل وانما بعض يعني اللاعبين اللي احنا مرينا كنا بهاي التجربه. صحيح. ما ممكن انه تحكي عن المدرب مالك، تتكلم عن المدرب مالك اطلاقا. يعني مهما كانت الظروف، وهذه يعني نصيحه ممكن ان نطرحها للاعبين بالمستقبل. يعني سواء المدرب النادي او مدرب المنتخب. صحيح. هذا اقرب واحد الموديل، النموذج مال اللاعب هو المدرب. اي نعم، يعني يحترمه مثل ما يحترم والده، مثل ما يحترم عائلته. اكيد لازم. هذا مع الاسف انا يعني سمعتها اكثر من واحد، وهو ما كان عاجب الوضع وصار عنده رد. طبعا واصلته. انا اشكرك دكتور هوايه، كنت هوايه صريح حقيقه، حلقه بها كثير فائده لجمهورنا اللي شاركنا على الدعوه. يعني هذا شرف لنا تواجدك اليوم ويانا بالشرقيه وباللعب 12. ممنون منك دكتور شامل كامل، خبيرنا الكروي الكبير. واجب. وسعيد جدا بوجودك، واكيد لازم نلتقي دائما على خير ومحبه ونجاح لكره القدم العراقيه. شكرا دكتور. شكرا. اصدقائي، شكر جزيل للدكتور شامل كامل على حقيقه هذه الحلقه اللي بيها هوايه امور صريحه مهمه يستفاد منها الشارع الرياضي العراقي ويعرف شنو اللي صار وشنو اللي راح يصير ان شاء الله مستقبلا. شكرا لكم اصدقائي المتابعه، شوفكم باكر إن شاء الله. إلى اللقاء.